السلام عليكم يا جماعة الخير. اليوم عندنا تفجير باكيجات خيالية يا جماعة. أنا اليوم على البث المباشر موجود، اللي مو متابع البث يجي البث، رابط موجود بالوصف. حاب أخبركم شغلة بسيطة، إنه اليوم أنا يعني نوعا ما حميت الجيبة بشكل مو طبيعي، جبت لكم جراند كوين بشكل مو طبيعي شباب. راح أفجر باكيجات متواجد الآن على الجزيرة يا جماعة. أوكي، في عندي شرط، ركزوا كويس، هذا يعتبر أكبر تحدي ممكن أسويه بتاريخ القناة بالنسبة للجراند كوين. لاحظوا الآن كم جراند كوين معي. أوكي، أنا ما معي 100، ما معي 200، ما فاهمين كم. أنا جايب اليوم رقم محدد عشان نجيب فيه سيارة أحلام، سيارة أسرع سيارة باللعبة البوغاتي، معي 2000 جراند كوين، ليتس جو. فإذا في حال حابب تنضم وتلعب معي بهذا السيرفر الأسطوري، راح تحصل رابط موجود بالوصف، تضغط عليه راح يوديك لهذه الصفحة. والأسهل من هيك يا جماعة الخير، بكل اختصار تضغط على السيرفر الثلاثة البريطاني اللي نلعب فيه يا جماعة الخير، هنا ثلاثة يعني اسمك، اسم العائلة، إيميلك، بتسوي هنا صح كلمة سرك، بتأكد كلمة سرك، بتسوي ريجستريشن. بعد ما تسوي هذا الأمر راح يحمل معك لانشر خاص باللعبة، من خلاله يمديك تنضم وتلعب معنا بالسيرفر وتستمتع مثل ما انا جالس استمتع يا جماعه الخير من زمان جدا. يعني سيرفر يستاهل التجربه، فانصحكم كلكم تزورون الرابط وتلعبون معنا بالسيرفر. يعني اللي كنت راح اسويه يا جماعه الخير، ليتس جو نشوف شو صار على البزنس، شو صار على اشياء يمين يسار، نلقي نظره خفيفه لطيفه. لسه ما نزلنا صوره السياره للشهر، لسه الشهر باقي له كثير اتوقع. معنا مين راح يكون بالاول؟ بالاخير راح اجي وراح احط سياره البوغاتي اسرع، راح احط هنا السياره يا رب نكسبها. بس يا الله صرنا توب 7 والله، انترستينج والله، نزلنا لتحت والله. امبارح 2 مليون يا جماعه تخيل، وهلا الساعه 3 مطلع شي 800 ألف، والله نايس والله. معناته في شغل والله ديم بوي. مع ذلك انا صرت توب 7، غريب. لكم شغله يا جماعه، صار لي 3 4 ايام مو فات لعبه ابدا والله، حتى ماني مسوي شيء من البدن، ما عملت شيء. بوغاتي لافواتيغ نواغ اليوم راح تطلع باكج ابو 40 يا شباب، والله راح احاول فيها بكل جهدي، لان قولوا بالكم انا مو كل مره بجيب هذا المبلغ، يعني انا جبتها عشان اطلع لهي السياره، اذا في حال اليوم ما جبتها اقسم بالله العظيم هذا الباكج بحياتي ما عاد افتحه. ركز، اقسم بالله العظيم هي بالبث، والله العظيم انا قلت لديمون كمان، يعني تخيل انك شاحن 2000 وما طلع لك هي السياره، يعني شو نهايتك يعني؟ يعني انا راح اتامل تطلع لي السيارتين هذول على الاقل، هذه 600000 500000 احسن من 300000 هي، بس ما بدي هي ولا بدي هي. ممكن الجيسكو بدي اياها، بس انا بدي هي شباب. يا جماعه بس ادعوا معي شغله، اوكي؟ انه يطلع لي هي قبل هي، يعني عشان اجيب الاثنين، قول مثلا ضغطت هي طلعت لي اوكي، بنحاول مره ثانيه اطلع، خلي اخذ اثنين، بالله شباب يا رب. سياره غيرها بالي في التويوتا السوبرا الار جي بي، يعني اذا في شباب اسمعوا، والله مفروض بال 2000 هذول اني اطلع بهذا الاسم، اسمع تعال نتفق من الان، مفروض اني اطلع التويوتا السوبرا نيون، مفروض اني اطلع هي كلها بال 2000 اللي معي. مفروض مينيموم واطلع هي السياره على الاقل الثلاثه هذول، انا راضي اذا طلعوا لي هذول انا راضي، ما بدي اي شيء ثاني ب 2000 اول. خليني اعرض مثلا بيتي للبيع، هاوس فور سيل، بدي اعرضه مثلا يوم واحد للبيع، 10% بياخذوا، اوف نصابين الاوكشن والله. بس انا الاوكشن بيرتفع اظن، لان يا جماعه غير لبس الفاميلي اخيرا جبنا لبس جديد يعني، فتعال اوريكم على اللبس واعطوني رايكم من 10 بهذا اللبس. اوكي شو هي يا شباب، والله تعبت. 165 166، هاي هي شباب، هذا هو لبس الفاملي الجديد، خليني اشتري من حبه. 30000 سعر القطعه، ترى تم التصويت عليه بالديسكورد الفاملي مباشره، الناس عجبتهم هذا السكن يعني. السلام عليكم شباب، تسجيل دخول يا جماعه الى اعضاء الفاملي الكرام الحلوين الاساطير، اجتماع خطير لطيف على بيت الفاملي، راح نسوي ريد بعد شوي يعني. اتمنى الاداريين يروحوا يوزعوا شويه اسلحه، اشياء يمين يسار، علشان نحاول نضبط الوضع، بدنا نسوي ريد يا جماعه بعد شوي. اوكي طيب اسمع، انا رايح البنك الان يا ادم، هيا عشان هذا نضبط الوضع، راح احط بالفاميلي بالانس 7 مليون، نايس والله. اي والله خليني احط 7 مليون عشان نوفر شويه فلوس اليوم الاسود يعني، عارفان تخيل حط 75 مليون ما اصلا حط سوى. تم، هاي 7 مليون 300 الف بالفاميلي بالانس يعني، بس توثيق راح مع الاسف الشديد راح، لان مدري يا شباب انا ما عرفت والله، الجايين نحن كان بلاغين قبل الاخيره يعني، المره الاخيره فهمت شو سبب المشكله، طب الباقي وين؟ ما عرفت. شباب تعالوا بلبس القديم، اوكي بلبس القديم، اجتماع بيت الفاميلي الان عشان يتم توزيع الملابس والاسلحه وكل شيء. ها تعالوا بسرعه نعمل ريد، لان سيارات البزنس تبعي عزيزي يا طويل العمر والسلامه، عندي هاي السياره من ديمون طبعا، ان شاء الله اليوم راح اطلعها ان شاء الله يا جماعه، عندي هاي كمان من ديمون طبعا، وعندي هاي السياره كمان من ديمون يعني، عندي هاي اللي حاطه بالاف اي بي، عندي بوغاتيات شيرونات موزعه بالمستشفيات، عندي الهوراكان بالاوتيل، شيرون كمان عند هاي، البولايد هاي حاطه بالمكان ستوك عشان واحد يستخدمها، هاي بالمدينه الثالثه فوق يعني، المدينه الثانيه مدري وين، هذول الاثنين عند المستشفيات ثلاثه، وكمان شيرون، وعندي هي عند الاوتيل، وعندي هي عند مكان الاوتوفير السيارات يعني. ترى لسه باقي 3 سيارات مو حاطن، تخيل لسه باقي 3 سيارات انا مو حاطن، بالرغم من هيك مطلع مليونين امبارح، وفي 3 سيارات مو موزعين. حطيت انشورنس على العربيات؟ لسه ما حطيت والله، لسه بدي احط هلا بعد شوي بس اخلص الريد اظن راح احط. يلا اوكي. مو لازم نحط قبل الريد والله، اسمع لازم قبل الريد مو بعد الريد. ايوه عشان نعرف نطلع بيهم عشان صح والله صح. ما ركب على سيارات كثير، معي 50 مليون، بس الفكره اكيد ما راح اركب على هي يعني.
4 مليون والله ماني مركب هدول، ها ديروا بالكم شباب، بنركب بس على السيارات اللي حنطلع فيهم. لا ما هي بس 100,000، يا ريت كل السيارات 100,000 يا زلمه. شوف متحمسين الفاميلي، حاطين عليه 76 يوم لانه بس 100,000، متحمسين. يلا يا وي كان ستارت وذ ذس ون اند ذن وي جونا جو. ام جونا تيل يو ويتش كار اي نيد. اول جست سبام ذات يو جست سي نو اف يو دونت وانت. اوكي اوكي نايس. وات شو هالسرعه هاي؟ شلون بالسرعه هاي؟ يلا بنشتري هاي كمان. يلا ما عليك، صار 10,000. ذس ون نو نوت ذس ون، ذس ون نايس. 420,000 والله ديم. 390,000 شباب، قلبي يتقطع، فلوسي وطالب تعويض من الفاميلي، يشتغلوا كلهم يجيبوا لي فلوس. نجيب لهذول كمان ايزي. اوكي سي يو سي يو ثانك يو نايس. يا ناوي ثانك يو نايس. 1,200,000 هي، اوح ما انتبهت 1,200,000 وربي. اوح 1,500,000 او ماي جاد. ليتس جو داون، اي ثينك ذير از سم كار داون، سم كارز داون. ام جونا تشيك. Okay, I think that's all for the moment. All done. Yeah, okay, yeah. Bro. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Thank you. شو دفعت 1,200,000 هذا؟ شباب وين لبس الفاميلي؟ وين سلاحك؟ وين لبس الفاميلي تبعك؟ وين؟ اجتماع طارئ يا جماعه، بدي اقول لكم تجوا لبيت الفاميلي الان، لان بدنا نسوي ريد على فاميلي رويال اليت، بدنا نروح عليهم غدره. ليتس جو شباب، قولوا الله يا رجال. يا اخي مين بيجي بصف هاي السياره قدام بيتي؟ عم تشاكرين فيها يعني ولا شو؟ شو هالمسخره هاي؟ شباب اركبوا سياراتكم، كل واحد يركب سياراته يا جماعه. ليتس جو نمشي مع بعض، اوكي على المكان، على بيت علم امريكا يا شباب. لا تدخلوا جوا، خلينا برا نجتمع. راح احط ميتنج بوينت الان، اوكي يا جماعه، حطيت ميتنج بوينت. تعالوا على الميتنج بوينت رجاء كلكم يا شباب، صفوا سياراتكم بشكل محترم يا جماعه بليز، يعني فضلا وليس امرا. شباب اطلعوا بسرعه الدرج كلكم بسرعه، ورا البيت على الدرج على السطوح، خلي بس عدد قليل جدا منكم تحت، ما بدنا تحت لان راح اشوف اذا فيني ابدا الريد. يلا يا رب. خليني اطلع سلاح الان. ليتس جو. اتوقع احنا فينا ريد ولا لا؟ هو بدرت شباب، بدرت. خذوا موضوعكم على السطح يا جماعه، على السطح على السطح على السطح كلكم. انا ما فيني اطلع على السطح. اوه شيت، انا ما فيني اطلع على السطح. شباب جي جي اللي طلع، مبروك عليكم، خليكم على السطح. لا لا بتقدر تيجي، تعال. ها من ورا، من ورا. تمام كفو والله. ليتس جو، خلينا كلنا على السطوح والله. اي والله نايس. اوه شيت والله انه تعال من ورا، تعال من ورا والله كفو. من ورا شباب، من ورا يعني بيحاول من المظله. انسى المظله. ليتس جو. هالمره نحن مسكناهم من حجرهم، مستحيل الان يجونا من هالمكان. خلينا نشوف شو ممكن يسوي فيهم، عشان بس نثبت ان المره الماضيه كانوا مشنصين لان طلعوا لهالمكان. ليتس جو، هالمره نحن حنجددهم والله. دخل واحد، انتبهوا. يب والله دخل واحد. بالله يا جماعه خليكم عينكم 10/10 بكل مكان، ما يصير فينا مثل المره الماضيه فجاه حيدرموا علينا. مين هاتي برا؟ سوري ضربتك برا والله، سوري بالغلط. دم هي بالله هي، انا تحمست والله. دخل منهم اربعة، من تحت بلش يدخل. من مكان ما طلعنا. اوكي ما عليك والله، لنجدهم والله، والله مو علينا. وينهم؟ قاعد هون معنا. ما عم اقدر اصيبه. ضرب احمد، ضرب ثاني. لا تحمس. شباب شوي ينزل. عدد ينزل معنا تحت، شباب عدد ينزل تحت. كيف والله عليهم شباب. لا تطلع برا الدائرة، ديروا بالكم. من عم يضرب هذا؟ هاي اكلت هاي ضربات كثير. رح تموت. بشوا معنا كلهم ستة شباب، بشوا معنا كلكم. دخلوا من ورانا. اوه شيت، انا رح هيل قدامي. واكو شباب واكو. ديروا بالكم من كل مكان، عشان عم يجوا من كل مكان بالله. بشوا مع بعض، لا تكونوا لحالكم. ما عليك. يا شباب خش علينا، من تركزوا شوي. دم. في واحد تحت شباب، بدنا نبش عليه كلنا، تعالوا ساعدونا فيه. عليه سربة. والله غير درم عليك والله، كيف مكان. والله ذا كيف مكان والله نايس. مين هذا؟ هذا مو معنا. يا شباب بدي اشرح لكم الشغلة، بالله شفتوا شغلة أنتوا؟ لاحظتوا شغلة؟ لما مسكنا السطح ما عارفين شو يعملوا ابدا، عم يجوا من كل مكان ما عم يقدر يفوتوا علينا ابدا. بس ايزي والله كفو. انت الاي دي حقك اقل مني، يعني انت افضل مني باللعبه. ترى مو شرط الاي دي تبعه اقل يعني افضل منك باللعبه، ممكن تسبقه ترى، دير بالك. اوكي. شباب جي جي والله ريد اسطوري. نمسك السيارات ونطلع على مهله من الدائره يا جماعه، اطلعوا بس شيلوا اسلحتكم، السماء الثانيه تخلص. كفو جي جي. يا شباب مبروك. الان بدي اخبركم شغله يا شباب، اوكي؟ ممكن باي ثانيه هم يجون الان ريد على بيتنا، ديروا بالكم بس. شباب اللي حاب يشارك بالايفنت يجي المكان المناسب رجاء، يعني رح نسوي حلبه مصارعه
بين الفاميلي يعني، اللي حيربح رح يكسب 300,000. واتمنى الكل يجي الان، لان اللي حيجي بعدين ما حيشارك، رح يطلع برا مباشره يعني. ياب بدون جوس، بدون درع، بدون شيء. ها ترى يا جماعه ديروا بالكم، الدرع ممنوع، العصائر ممنوعه كمان. يا جماعه رح نعمل من الان اتفاق، كل الاشخاص يكونوا بيمين الحلبه، يمين الحمله حلبه تماما. اللي رح يربح كل مره رح يروح على اليسار، بالاخر منصفي بينكم يعني. لازم حصرا اللي حيشارك تعالوا على اليمين من هذه الجهه، يعني نحن راح ندخل اثنين ضد بعض، بيفوز الربحان حيروح على اليسار، بعدين راح يرجع فوت اثنين هيك لحد ما يخلص كل اللي على اليمين، بعدين بندخل على اليسار مع بعض، وبعدين بنشوف مين حيفوز بالاخير، بتبين كليا يعني. اوكي شباب راح نبدا، راح نادي الاسمين الاولين، راح يجوا يطلعوا على الحلبه مباشره، راح يقاتلوا بعض، اللي راح يموت راح يخسر نهائيا، اللي راح يربح راح يروح على الجهه اليساريه تمام؟ راح نادي الاسمين بالاول تمام؟ ليتس جو، بسم الله. وطالب باللي اسمه ريتش مجد يطلع على الحلبه مباشره، ريتش مجد. نيمو الجوفايلي، ليتس جو، ادخل الحلبه يا نيمو. يلا هذا الاثنين ريتش مجد ونيمو. اوكي شباب احفظوا الاداريين، احفظوا الاسامي عشان ما نخربط فيهم. راح عد للثلاث، لا تقاتلوا، راح عد للثلاث، راح نبدا القتال. 1 2 3 ليتس جو، مشوا على بعض. هاي نشوف مين حيربح يا جماعه، توقعاتكم مين حيربح يا جماعه؟ توقعاتكم الان 300,000 على المحك، 300,000 ليتس جو. نيمو يعطي بوكس وريتش يعطي اوه مين اتوقع؟ انا اتوقع والله ريتش مجد، والله اعطاك بوكسات الدنيا، ايش فيه؟ والله ريتش مجد استلمك ايوه ارجع الكومباك، رجع. في واحد طب من فوق اوه شيت، يلا يلا يلا. ما مبين دمهم كم؟ والله مبين اوه دمه نيمو راح يموت، نيمو باقي له بوكس واحد يموت. نيمو مات، نيمو اتوقع مات، مستحيل نيمو بوكس واحد يموت. نيمو تخيل يذبح ريتش مجد على هذا الدم، ريتش مجد دمه كمان نقطة، الاثنين دمهم نقطة، الاثنين دم، اللي حيضرب بوكس الثاني حيموت، اللي حيضرب بوكس الثاني حيموت. اوه شيت والله اوه نحن على بوكس ومات، ما اتوقع مات، مات. اوه مبروك عليك ريتش مجد، على الجهة اليسار ريتش مجد على طول ربحت، روح على الجهة اليسار. ايوه لا تنسى تاكل اكل عشان تعبي دمك من جديد، ها عشان بعد شوي تشارك. راح انادي احمد توب يطلع على الساحة مباشرة، احمد توب مع وولف سلطان، ليتس جو. احمد توب وولف سلطان الاثنين ضد بعض، يلا ليتس جو شباب. 3 2 1 بدا القتال، 3 2 1 بدا القتال. يلا شباب ديروا بالكم. ايوه اوه شيت، غدر والله، اعطاه غدر والله. تخيل بعد هالغدر تخسر يا احمد، والله عيب عليك والله احمد. انا ليش طفت الكاميرا؟ وات ذا اوه وولف سلطان فاز. اوه شيت، اوه مع انه احمد غدر فيك، بس يلا شفت يا احمد الغدر ما ينفع يا احمد، الله يسامحك. اوكي راح نادي الاسمين الان يا جماعه، راح نادي الاسمين علشان اخلص من المزعجين. جريزو اطلع الحلبة الان عشان اخلص منك، اطلع جريزو. عزيز اطلع، عزيز اطلع الحلبة، عزيز اطلع معاه. 3 2 1 بدا القتال، بدا القتال، يلا بدا 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 ابدا. ما ادري وين راح هذا شال الفيس كام، راح الفيس كام وين الفيس كام؟ حمية الكاميرا اتوقع اليوم، حمية الكاميرا. خلينا نشوف جريزو شطارتك، يلا نسوي فيها بطل، نسوي فيها قوي، يلا وين راحت؟ مين مات؟ مات؟ ذبحته انت عزيز؟ ذبحته لجريزو؟ اي اوه شيت، يلا روح لهناك، روح والله كيف والله روح. مومو اطلع الحلبة، مومو مع فيكسوم، فيكسنوم مسيطة، مومو مع فيكسنوم مسيطة، ليتس جو يلا. راح عد للثلاثة شباب، 3 2 1 بدا القتال، بدا القتال. لف على لف على لف على والله. هاي شوف مين راح يلعب مع بعض الان، كان يظبط لسه من عندي انا والله، غلطت انا اظن لابس درع راح يموت، مدري ليش. لا تني تبع الضريبه جاي لهنا يا اخي، حل عنا يا زلمه، تشين بكل مكان. شيت مو مصيطة، وينك مصيطة؟ شو خليته يستلمك؟ اوه جي جي والله، جي جي. اوكي مومو روح على كان كيف والله، مبروك عليك، روح ليتس جو. اوكي شباب راح نادي الاسمين التاليين الان، ادعو شخص اللي اسمه محمد رحمون يطلع على الساحه مع اللي اسمه مصعب كباها، مصعب كباها ليتس جو، اسمك مطلوب. 3 2 1 بدا القتال. اوف اوف والله على طول مدربين على بعض، ايوه انا احب القتال لما يكون في اكشن اكثر، ليتس جو روح شد. هذا القتال اللي بيعجبني الان، ليتس جو اعطيها. احمد دمه فورا نقص والله كيف؟ اوه شيت، لا مو انا مو انا مو انا مو انا مو انا، شد يا مصعب شد. خلينا نشوف مين حيربح شباب. انا احس والله في كتار يا رجل، واو لسه بدك اياني نعملها اللي ما يموت يا ادم. عميد بالاخير بدي قاتلك، عميد جاهز؟ انزل ضدك بالاخير تمام، ليتس جو بالاخير بالاخير. والله لا اجلدك جلد يا عميد، طول بقى. مين كم دمه هلا باقي الان؟ لا مو انا مو انا يا اخي. ماي جاد، اوه مصعب ليتس جو، مبروك مصعب على اليسار، مصعب على اليسار، على اليسار كفو. بالاخير يا جماعه راح احط كل الفايزين مع بعض، راح يقاتلوا بعض كل الفايزين ضد بعض، كلهم ضد بعض نفس الحلبه، نفس الحلبه كلكم، تجهزوا حالكم يعني عشان راح اطول كثير، ما عاد فيني انطر يا جماعه، انا ما عاد فيني والله. اوه يلا ريتش جرينيت تمام كفو، روح على اليسار. اوكي شباب ما ضل في عدد كثير، لذلك اسمع راح اطلب من ديمتري والسجاد يطلعوا على الساحه الان، لقي السجاد ديمتري ميجو ليتس جو، اعطيه اعطيه ليتس جو.
اوكي ديمتري مبروك عليك ديمتري، على اليسار ديمتري الان توجه على اليسار. يا جماعه اللي حيجي جديد ما حيشارك ترى، خلص المشاركه انتهت الان. ارو كاستل جايين على الساحه مباشره، ليتس جو. اخر المتصاب غير اللي معانا هنا، خش عليه بش عليه اضرب اضرب. لا ما دمه نقطة مات. اوه اوكي ارو كاستل مبروك عليك شباب. اللي حنسويه الان هو كالتالي، اوكي اسمعوني، اللي على اليسار يدخل الحلبة شباب، اللي على اليسار يدخل الحلبة الان، اللي فايزين الاخير اللي حيبقى عايش راح هو يكسب 300,000. اوكي حنبدأ شباب، حنبدأ خلاص حنبدأ، ما في مجال. 3 2 1 بدأ شباب. لا حد يطلع برا، ها اللي بيطلع برا راح يموت على طول مني، ممنوع حد يطلع برا. ليتس جو، قاتلوا بعض قاتلوا بعض، لا حد يطلع برا، لا حد يطلع برا، كفو ليتس جو. يلا كلكم على بعض كلكم على بعض. مات عمر والله كمان. اوه شيت هذا كمان اكل ميوت. ليش طيب ليش ليش عم ياكل، ليش عم ياكل ميوت؟ ما فهمت. شايف كيف ارو قتله؟ شايف كيف ارو قتله؟ كل ما حدا يقتل نفس الطريقه يبلع انت شيء. لا ما وات ربك والله طه قتله عشان هيك بلع. ما انت فاز معنا عزيز معنا، انا بعتبر انت شيء. لا ما او شيء من السيرفر، مش من الادم، من السيرفر. بس كم يوم كم يوم اكل بانت؟ كم يوم؟ 10999 ربك وات. شو هالغش هذا؟ هسه هسه بينفك بالفون، بس شو هاي المشكله غريبه؟ لا ما شو هالغباء هذا والله، والله غباء. عزيز انت راح اعتبرك فز، تمام خلص راح اعتبرك فز. مبروك عليك، تتهنى فيهم وتفصفهم بالافراح ان شاء الله حبيبي. الف مبروك لك حبيبي. لا ما والله معناتها انتبه، انا عم بقول ليش قبل شوي اكل طه وات ولي منيح مش جربنا لك انا وات. ها ديمون المكان المناسب ولا لا؟ على حسب خبرتك يعني، لان يا شباب اللي ما تعرفونه في عندنا صديقنا ديمون طلعت له السياره طبعا، اصلا هو اعطاني التحدي الان اللي ب 1000 اذا ما طلعت لك خلص تكون انوب شخص بتفجير الباكجات بالسيرفر، فانا ما فيني يعني للاسف ما فيني. تدرون ايش يا شباب كمان؟ ازيدكم من الشعر بيت، راح ابيع الجزيره اذا في حال يوم ما كسبت السياره، والله العظيم لابيع الجزيره حلفت. يلا كمان، هيك ولا هيك انا ببالي ابيعها، اذا ما طلعت لي والله لابيع الجزيره حلفت. هذا هو الباكج، بسم الله الرحمن الرحيم، اول وحده شباب بحظي انا اول وحده 2 مليون. تخيل يكون فيه سيارة هيك من أول مرة تطلع لك السيارة البوغاتي على طول، مستحيل يا لا تحلمي. المهم أنا أخذت 2 مليون الآن، نايس ون، أوكي راح أجرب كمان. يلا يا رب يا جماعة، هاي بحظ ديمون الآن، ديمون هذه بحظك، سيارة البوغاتي السيارة السوداء يا رب ديمون. أوه أوه ماي جاد، يا رب السيارة هي، تخيل تطلع لي هي. يا أخي برافو، ليش الكريجل كل مرة ليش؟ ما بدي الكريجل ولا والله عيب عليك. يا رب حظك آدم، تكفى آدم. يا مو مشكلة مو مشكلة مو مشكلة، والله في أمل شباب في أمل، إن شاء الله في أمل. لازم أفتح بسرعة شباب، لازم ما أكره أفتح بسرعة والله، لازم آخذ راحت 100 الآن فوراً، وات ذا هيك والله بيروح بسرعة. بحظ كل شخص عم بيتابع هذا المقطع اللي حينزل على اليوتيوب إن شاء الله، واحدة بحظ كل شخص عم بيتابع الآن. تدرون إيش بحظ مين؟ بحظ باريو يا جماعة، باريو تكفى باريو. ما ب... أوه نايس مليون و200، والله حلوة مليون و200 ب 40 جراند كان، والله نايس. والله اقسم بالله شباب انه كل ما اسمع صوت بكون متاكد وحده من السيارتين المعفنه، قول بسم الله وبحظي بسم الله وبحظي. اوه 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 ماي جاد البوغاتي السوداء، استغفر الله رب العظيم استغفر. تايرس كمان ما بدي ما عاد بدي خلص. بحظ انفي ها انفي، شايفين انفي خشمي ليش طيب؟ ولو عم بدفع 40 دولار 40 دولار 40 دولار يا ظالم. بحظ رأفت، يلا رأفت ليتس جو رأفت، انت رح تكسب لي البوغاتي السوداء شباب. ليش؟ اعطيني المرسيدس، مرسيدس ما بدي خلص اعطيني، ما شو هي؟ اي مستحيل والله مستحيل، هي قطعنا نص المشوار شباب، قطعنا نص المشوار، مو نص المشوار قصدي نص المشوار من 1000 يعني، اوكي؟ هلا ترى في امل، تتوقع في امل شباب ولا ما في امل لسه؟ بحظ ليجاسي عمر يا جماعه، عمر مدري وينك عمر، بس هذا بحظك يا عمر. يا اخي عمر اسطورتي، احلى تايروس بالتاريخ. اوه الجيسكو ليتس جو، اوكي الجيسكو كان بدي اياها شباب والله، نايس ون. اوكي انا شو قلت لكم؟ تطلع لي هي قبل هذيك، لان انا بدي اثنين، نايس ون. برافكم مو حلو؟ والله اسطوريه يا شباب، انا بدي الجيسكو هاي. واااا سياره اسطوريه سريعه جدا للكار شيرنج. بحظ بحظي انا شباب، واحده بحظي انا يا رب. يا ريت كانت باك تو باك تعطيني اياها فورا، بس لون الجيسكو اعطاني اياها والله نايس. كم حظها؟ 2% حظها، اوكي كمان انا بدي هي انا بدي هي. ليش اشم ريحه البوغاتي يا رب جلال؟ بما انك شام ريحه البوغاتي يا رب تكسبني اياها جلال، تكفى جلال يا رب تطلع لي جلال يا رب يا رب جلال، بحظك جلال. لا يا اخي يا حظ المعفن شباب، بحظ هاني، هاني والله ما ادري وينك هاني انت حاليا، بس هاني هذه بحظك هاني. يا حرام والله عم ندفع 40 دولار كل مره شباب، اقسم بالله عم انقهر لما اطلع لي والله. اي
جي جي والله. لما فتحت بألف ما طلعت لي، طلعت لي بس الجيسكو بألف. فلوسي صار رجعت معي 11، والله حرام. 1000 جراند كوين ب 11 مليون بس. شوف السيارة محلها شباب، الجيسكو هاي واو حلوة كثير. أتوقع سعر 20 مليون يمكن 13 مليون، والله نايس كمان رهيبة يعني. فأشوف إذا تركتها الآن كنا أنا حلفت إني ما أفتح منها مرة ثانية، فالأفضل إني أحاول بالألف اللي معي وحلفاني تكون أسطوري عشان أنتهي منها بعدين، عرفت؟ نرجع نحاول كمان مرة، يلا ليتس جو. إذا الآن طلعت لي أي سيارة كانت من السيارات يعني رح أتأكد إنه هي رح تطلع لي 100% الآن، 100%. آه جي 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 هلا. بحظ روج يا شباب، روج، روج. شوف أنا بديت أكون مستاء من الموضوع والله، والله العظيم شباب. آخر محاولة رح يطلع فيها صوت، على الحالتين ما رح نعرفها، ما بدي أتحمس على الفاضي. طلعت صوت يلا تبي نزلوه ب 500 جراند كو. اوه ماي جاد جيسكو ثانيه وات. اوكي باخذها والله ايزي والله. هذه ترى السياره جدا سريعه شباب، توصل 550 بالراحه مع التعديلات. والله نايس والله. اوكي ما بعرف اذا افرح ولا ابكي يعني، بس كان بدي هي، انا ما بدي هي، بس يلا ما علينا مو مشكله. لقيت هالبوغاتي يا زلمه، لقيت هالبوغاتي ديمو، لقيت هالبوغاتي. يلا اثنين الكار شيرنج ولا صفر يعني، ايزي بيزي يلا. بنت البوغاتي. البوغاتي شايفين الارض كلها مي، هذه كلها من بكاء انا يعني، انا بكيت الدنيا كلها من الاذى، طرطشتها بكاء الان. ما بدي طلع، ما بدي طلع، لا ما بدي، ما كيف، لا بربك لا، لا بربك ولا والله حرام. ليش ما عاد بدي اياها؟ والله ما عاد بدي، والله اني اسف لما قلت بدي اياها، والله ما عاد بدي يا زلمه تعطيني اياها، ما عاد بدي، ما عاد بدي اياها، ما عاد بدي. ما لنا صيف، ما لنا. حظ عماد، عماد صار لك ساعه تكتب لي بحظ عماد، حظ عماد، حظ عماد. شو محسب لي حظك حلو يعني؟ تفضل ابلع يلا عشان دائما اشوف حظك. معفن فين 300,000. اه نايس والله. يا رب ما تطلع لي، يا رب ما تطلع لي، يا رب يا رب ما تطلع لي، يا رب يا رب. انا ما بدي السياره، انا ما بدي السياره، يلا يا رب ما تطلع لي عشان نشوف اذا الدعوات العكسيه تنجح ولا لا. باقي معي مرتين. واو انا مو مصدق انه صرفت 2000 وما طلعت لي، والله العظيم ماني مصدق والله. وات جي جي، هاي بحياتي ما راح اكسبها معنا، انا حلفت لها. باي باي. اخر واحده شباب، تخيلوا معنا هلا نحصلها باخر باكج، والله ما راح اصدق والله. جاهزين؟ اوكي شباب خلاص، اعلن من هذه اللحظة هذا الباكج اقسم لا ما تفتح منه. باي باي. حل عني. شايف اخركم هاي ابلعوا 9، والله العظيم ماني مفتحها لحتى اخذ 2 مليون. يلا ابلع. طلع لي 3 جيسكو، انا شو بدي بالجيسكو 3 منها؟ وحدة كانت بتكفيني اصلا. واو خليني ابيع السيارات اللي طلعت لي نشوف كم بيطلع معنا مصاري. هلا كم سعر هاي تقريبا؟ 390,000. يلا نعم الكريم. انا بعرف هاي السيارة سريعة كثير كثير، مو شوي، كثير كثير يا جماعة كثير. هلا الفكرة ما بقدر اسوقها كثير هون يعني عشان هاي يسرقوها مني، بدها تعديلات هي مو حتنفع بهذا الشكل.